مناقشة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي في إفريقيا بغية توحيد الرؤى لوضع سياسات إفريقية مشتركة من بين أبرز المحاور التي أكد عليها المشاركون في المنتدى الإفريقي لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري المنعقد بالجزائر. قارتنا الإفريقية تتعرض إلى ظلم مناخي، ولهذا السبب فإننا نعمل سويا مع جميع الدول الإفريقية في إطار المفاوضات بشأن التغيرات المناخية على مستوى المجموعة الإفريقية وكذا مجموعة 77 زائد الصين للدفاع عن موقفنا كدول غير مسؤولة عن هذه الانبعاثات. تعمل السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إرساء سياسات تنموية وطاقوية تتماشى مع الحفاظ على البيئة والمناخ، وهذا ما تجلى في مشروع إعادة السد الأخضر عبر عملية تشجير كبرى تمس كامل الشريط ب 13 ولاية وبهدف غرس 70,000 شجرة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. المنتدى الذي تنظمه جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية بمشاركة 54 دولة إفريقية كان مناسبة لتكثيف الجهود لبعث مبادرات مشتركة كفيلة لإيجاد حلول للتحديات المتعلقة بالبيئة. هذا المنتدى الحمد لله كان بكل نجاح وبمشاركة 54 دولة إفريقية وكذلك 13 أعضاء نتاع اللجنة الأولمبية الدولية. هذا يدل بأن الأمر كان مهم جدا. حجم الاهتمام الذي حظي به المنتدى يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لقطاع البيئة ومدى وعيها بالخطر الكبير الذي يشكله التلوث والاحتباس الحراري. حقيقة تتفرد الجزائر دائما باستضافتها لإفريقيا بمحبة كبيرة جدا، يمكن هذا النشاط هو الثالث أو الرابع في خلال الأربع سنوات الماضية، وشاهدنا الجزائر أيضا تستضيف دورة الألعاب الإفريقية للشباب ودورة الألعاب العربية وخلافه من النشاطات التي تساعد حقيقة في توحيد الرؤى والفكر فيما يختص بالبيئة. انخراط الحركة الأولمبية في مسعى حماية البيئة من شأنه فتح آفاق جديدة لمكافحة الاحتباس الحراري ومجابهة مخاطر التغيرات المناخية، والغاية بيئة نظيفة وآمنة لأجيال المستقبل.